نزحنا احنا نقريب الخط جزعة بلتنا كل شيء بزينا لجهارنا ونمشي رجل الخط والرصاص لجنبنا يضربي حالة صعبة احنا لا كهرباء لا مخيم سع الناس لا مكيفات لا أي كل شيء ضايع لا أدوات مطبخ لا أما نزحنا فلتنا أدواتنا نحتاج كهرباء نحتاج أدوات مطبخ نحتاج فراشات نحتاج حاجات كثيرة تم تهجير أكثر من 580 أسرة وانتقلت إلى مخيم السويداء اللي هم متواجدين الآن نحن في مخيم السويداء طبعا أثر عليهم كثيرا تم إحراق الخيام إحراق الشبكيات بالقذائف والقصف المدفعي تم ترويع الأطفال وصدمات نفسية موجودة لدى النساء لدى الأطفال طبعا المخيم تنقصه امكانيات والحاجات الاساسيه من مواد غذائيه من المياه والاصحاح البيئي الايواء والمأوى